بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتابع الكلام في آيات الأحكام أو في أحكام القرآن. قد وصلنا إلى قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، إلى قوله تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أربع الآيات. فقوله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة، يعني في وقعة أحد، لما قتل منهم استشهد منهم 70 شهيدا من خيار الصحابة، وهذه مصيبة. قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، فقد أصاب المسلمون من المشركين أنهم قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70. فالله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس للابتلاء والامتحان، ولأجل ألا يغتر المسلمون بانتصارهم فيصيبهم العجب، فالله سبحانه وتعالى يريد بذلك أن المسلمين لا يعجبون بجهادهم، ولا يأمنون أن يدال عليهم عدوهم. قلتم أن هذا، استغرب المسلمون كيف أصابتهم هذه المصيبة وهم مسلمون يقاتلون الكفار ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصيبهم هذا؟ فأجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب ذنوبكم، فما يصيب العبد من مصيبة فإنما هو بسبب نفسه وبسبب ذنوبه، كما قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقوله هنا: من عند أنفسكم، أي بسبب مخالفة الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على الجبل ليحموا ظهور المسلمين، وأن لا يتركوا الجبل حتى يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه، ولكنهم تعجلوا وتركوه طمعا في الغنائم، فعاقبهم الله بهذه المعصية. فهذا معنى قوله: قل هو من عند أنفسكم. وإذا كان هذا حصل للصحابة مع فضلهم ومكانتهم، قربهم من الله، صحبتهم لنبيه، أنهم لما حصل من بعضهم معصية ومخالفة أصابتهم هذه العقوبة، فكيف بغيرها؟ ثم قال سبحانه: إن الله على كل شيء قدير، أي هو القادر على أن ينصركم، وهو القادر على أن يخذلكم، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا تيأسوا من النصر في المستقبل،
لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصركم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، ما أصابكم من المصيبة التي هي ظهور الكفار وإصابة المسلمين واستشهاد 70 شهيدا منهم يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع المشركين بقيادة أبي سفيان. فبإذن الله، أي بقضائه وقدره. فهنا قال بإذن الله، وقبله قال من عند أنفسكم. فما الجمع؟ الجمع أن المصيبة سببها من قبل العبد، وأما تقديرها فهو من عند الله سبحانه وتعالى، فالله قدر عليهم هذه المصيبة بسبب ذنوبهم، فهي بسبب ذنوبهم وهي قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقبلها يقول سبحانه وتعالى في: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فهي من عند الله قضاء وقدرا، وهي بسبب ذنوب العبد وكسبه جزاء له وتنبيها له على التوبة. فبإذن الله، أي بقضائه وقدره، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإذنه وقضائه وقدره، من الخير والشر ومن النعم والنقم. وليعلم المؤمنين، هذا بيان للحكمة من هذه المصيبة، وأن فيها اختبارا للمؤمنين ليظهر صدقهم وثباتهم وصبرهم على قضاء الله وقدره، فيتبين بذلك صحة إيمانهم ويقينهم. وليعلم الذين نافقوا، الذين نافقوا أي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فالنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا هو النفاق الأكبر. فلما حصلت هذه المصيبة تبين إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يجريه على العباد. ومعنى قوله ليعلم، هو سبحانه وتعالى عالم في الأزل ما يحصل وما يكون، ولكن المراد به بالعلم هنا علم الظهور والحصول، أي ليظهر ذلك ظاهرا، يظهر ما علمه الله أزلا يظهر في الواقع حتى يرى ويتبين هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.